بأطيب التحايا المسائية نحييكم مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله، ونحن نلتقي وإياكم على الحب وعلى الود في حلقة جديدة ومحطة جديدة، والحسين يوحدنا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. السلام على ساقي عطاشة كربلاء أبي الفضل العباس. السلام على زوار أربعينية الإمام الحسين سلام الله عليه. السلام عليكم أحبة المشاهدين، مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية مرة أخرى، وحلقة جديدة من حلقات برنامج الحسين يوحدنا. اليوم أنا دائما أكرر عبارة في يوم 20 صفر ستكتمل لدينا الصورة، لكن الآن بدأت ملامح هذه الصورة تكتمل، واليوم مدينة كربلاء المقدسة وشوارع المدينة تزدحم وتكتظ بملايين الزوار الذين جاءوا لأداء هذه الشعيرة الأهم والمناسبة الأكبر والأبرز والأعرق في التاريخ، ألا وهي ذكرى أربعينية الإمام الحسين سلام الله عليه. فأهلا وسهلا ومرحبا بكل زوار المولى، أهلا وسهلا ومرحبا بكل الثقافات، بكل الألوان، بكل الأطياف، بكل الجنسيات. الحسين هو من استطاع أن يوحد هذه المجتمعات، فبالتالي اليوم عندما نسلط الضوء وننظر إلى مدينة كربلاء أو إلى شارع واحد من هذه الشوارع نجد أن هذه العبارة تتجسد على أرض الواقع. بالتالي لا تستطيع اليوم أي دولة من دول العالم بأي قرار مهما كان حجم هذا القرار، سواء كان قرارا حكوميا أو سياسيا أو حتى دينيا، أن توحد كتل بشرية تختلف في الثقافات، تختلف في اللغات، تختلف في حتى الأديان والألوان في أرض واحدة، إلا الإمام الحسين سلام الله عليه هو من يمتلك هذه القدرة. فبالتالي حي الله كل من جاء لتلبية هذا النداء ولعزاء المولى سلام الله عليه. مثل ما تعودنا في حلقات هذا البرنامج عندنا مجموعة كبيرة من المواد اللي تطرح على أمام أنظار المشاهدين. نبدأ دائما هذه المواد ب حديث أو أقوال تتعلق بالإمام الحسين وتتعلق بزيارة أربعينية المولى سلام الله عليه. أيضا عندنا مجموعة من الصور الفوتوغرافية، بعد ذلك ننتقل إلى المقاطع الفيديو وما أكثر المادة اللي بقت عندنا، ونتمنى أن نوفي حق هذه المادة على أقل التقادير. هسه إذا ما قدرنا أن نعرضها كلها فنعرض الجزء الأكبر منها. قبل أن أبدأ بالمادة أتوجه بخالص الشكر جزيل الامتنان لكل من يتواصل معنا في هذا البرنامج، سواء عن طريق التواصل بالتليفون، بالفيسبوك، بإرسال المواد الصورية والمواد الفيديوية. شكرا جزيلا لكل من يساهم معنا في إحياء ذكرى سيد الشهداء وأربعينيته سلام الله عليه. أبدأ مع المحطة الأولى وجمل جميلة جدا وحديث مهم ل سماحة آية الله السيد الفقيه السيد الشهيد محمد رضا الشيرازي، فلنتابع. كثير من البلاد الإفريقية يحملون وله بأهل البيت، كل واحد عاد إلى وطنه بعد تحريره، وإذا به يرفع راية الإسلام الحقيقي وراية أهل البيت في تلك البلاد. هذا عمل جدا عظيم قام به الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه. أروا الإسلام الذي رأوه، إسلام الإمام السجاد، مو إسلام معاوية وإسلام يزيد وإسلام عبد الملك، الذي يسمى بإسلام وليس بإسلام. أروا هذا الإسلام الذي رأوه،
وأنا أتصور أن من عوامل بقاء هذه البلاد على الإسلام عمل الإمام السجاد. رد فعل يصير عندما من يسمي نفسه خليفة النبي، يعني معاوية، يقول أذل هؤلاء وأخزهم ولا تقض لهم حاجة، عندما يشوفون هذا الإسلام قطعا يرتدون عن هذا الإسلام. هذا الإسلام مو قابل للقبول. ولكن عندما رأوا الوجه الآخر للإسلام، وبعبارة أدق الوجه الحقيقي للإسلام الذي جسده أهل البيت والإمام السجاد، شافوا لا، هذا إسلام آخر. رأوا الحقيقة، رأوا الواقع. إحنا الآن في العالم أيضا أكو كثير من الإبهام حول الإسلام. هذه الصور التي تعرض عن الإسلام مو صور مشجعة، لا التاريخ تاريخ مشجع ولا الواقع القائم واقع مشجع. أحد الإخوة القادمين من تلك البلاد الغربية كان يقول 70% طبق الإحصاءات الأخيرة يحملون انطباع سلبي عن الإسلام. الإسلام دين البطش والعنف والإرهاب والقتل، لأن شافوا الواقع التاريخي وشافوا الواقع القائم. إذا هؤلاء كانوا يرون الصورة الحقيقية للإسلام وهو إسلام أهل إذا المشجعين مشاهدي الكرام حياكم الله. حقيقة مشدود لقضية ذكرت وطرحت في هذا الحديث، لذلك حتى عندما بدأت العبارة بدأت بالمشجعين. التاريخ غير مشجع والواقع غير مشجع، يعني احنا الآن أمام مفصل مهم جدا، أمام رسالة خطرة جدا، أمام مسؤولية ملقاة على عاتق كل من ينتمي للإسلام. وهذه المسؤولية خطرة لتفاصيل عدة. أولا اليوم لما نسمع أنه 70% من سكان أو عموم سكان الكرة الأرضية ينظرون إلى الإسلام بأنه إسلام بطش وإسلام تهجير وإسلام قتل وإسلام ذبح وإسلام سبيل النساء وهتك الأعراض قتل الأطفال، هذه مشكلة. هذه مشكلة نتحمل مسؤوليتها إحنا. هذه مشكلة حتى أمام أجيالنا. إحنا شلون باكر نقدر هسه ما نريد نصدر ثقافتنا، على أقل تقدير نريد نتلاقح مع شعوب هذا العالم بثقافة معينة أو بحديث معين. كيف لنا أن نصل إلى هذه الأمم إذا كانت هذه النظرة السوداوية هي التي في أذهان هذه الأمم عن الإسلام؟ عندما يريد الآخر أن يقرأ التاريخ فإنه لا يجد هنالك من يشجعه على أن على أقل تقدير يحترم الإسلام، لأنه ما شاء الله اليوم التاريخ الإسلامي لما تقلبه تشوفه مليء بهفوات كثيرة، بحوادث بشعة جدا لا يمكن لك أن تتخيلها. وعندما تأتي إلى الواقع تجد الواقع أمر من التاريخ. هذه المشكلة. إفرازات داعش، المرحلة الخطرة اللي عشناها إحنا مع داعش هي نفسها تتكرر في التاريخ من دولة إلى دولة أخرى. رسائل مثل ما تتناقل الأجيال الرسائل الطيبة في هذا الطريق، تتناقل الأجيال أيضا الرسائل القذرة في الطريق الآخر. فبالتالي لا يوجد لدينا جواز مرور وجواز سفر سوى قضية واحدة، وهذه القضية تتعلق بأهل البيت سلام الله عليهم. وأهل البيت النموذج الذي أعطوه للبشرية وجواز المرور هو الإمام الحسين سلام الله عليه، وخير وسيلة وخير جواز هي زيارة أربعينية الإمام الحسين سلام الله عليه. اليوم لما نريد نحاكي الآخر نقول له يا با إحنا ترى بريئين مما قرأته في التاريخ ومما تراه في يعني في الشوارع الباقية التي تعكس صورة سيئة عن الإسلام مثل داعش وتنظيمات
التنظيمات الأخرى المسلحة وحتى ما تقوم به بعض الأنظمة العربية اللي تنسب نفسها للإسلام. هذا ترى واقعها مو صحيح. الواقع الحقيقي للإسلام هو عند الحسين. وخير تجربة دعوة، بدعوة أو بدون دعوة، تعال إلى أي مكان، إلى أي شارع، إلى أي موكب، إلى أي جمهور، إلى أي لون من هذه الألوان، وانظر ماذا يقدم هؤلاء الناس وما هي كمية وحجم الاحترام الذي ستحظى به لأنك تأتي إلى الإمام الحسين سلام الله عليه. بالتالي الوجه المشرق حقيقة وبفخر نقولها اليوم هي كربلاء وما يجري في كربلاء. أنا لما أقول كربلاء مو سكان كربلاء، بل كل من يتواجد في كربلاء، كل من اليوم قلبه يرفع على كربلاء، يحن إلى كربلاء ويحن إلى الإمام الحسين ويريد أن يلتصق بقضية الإمام الحسين، هو هذا الواقع الحقيقي للثقافة الإنسانية، الثقافة لتلاقح البشرية بأفكارها الطيبة. وأكرر، خير ما يجري من ذلك هو ممارسات زيارة أربعينية الإمام الحسين سلام الله عليه. أكتفي بهذا القدر، وعندي مادة، يعني مادة بها صورة جدا مرعبة، ربما سأقوم بربط حديثي بما قلته الآن. بإمكان كل أخوة الأخوات المساهمة والمشاركة معنا في حلقة هذا اليوم عن طريق جسور المحبة، جسور التواصل، أرقام البرنامج اللي ظاهرة في أسفل الشاشة. أيضا بإمكان كل رواد المواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك تحديدا المساهمة والمشاركة والمتابعة أيضا، لأن البرنامج ينقل لهم في صفحة الفيسبوك. وآخذ أول اتصال وياي الأخ رزاق من الناصرية. رزاق، السلام عليكم. عليكم السلام حبيبي، حياك الله. أعظم الله أجركم أستاذ وأكادر إذاعة الإمام الحسين وتلفزيون الإمام الحسين والأمة الإسلامية ومستمعين هذا التلفزيون الجميل في قضية الإمام الحسين، وعظم الله أجركم إن شاء الله. ولدي مشاركة بيت أبو ذية بحق السيدة زينب وعودتها من السبي. حياك الله، أولا عظم الله أنا ولك الأجر، ثانيا حيا الله كل من يتابع هذا البرنامج، ثالثا نحن وإياك في رحاب السيدة زينب. نستمع، تفضل. هني بالسيدة زينب عليها السلام لما عادت من السبي تشاهد أخا الحسين، تقول شفت ياك جيت أنا يا أخوي اليوم، اي والله جيت انا يا اخويا اليوم، شفتك طريح ولا مس التربان. الله، اي والله طريح يا ابا عبد الله، يا طريح ولا مس التربان، شفتك تقول يا اخويا انا من المصايب يا خاي. الله، شفتك يا أنا من المصايب يا خي، شفتك يوم اللي طحت برض الغاضرية. يوم اللي طحت برض الغاضرية. الله، أحسنت يا حبيبي، طيب الله أنفاسك، عظم الله أجرك، شكرا جزيلا لك، شكرا لهذه العبارات، شكرا لكل من يحيي هذا المصاب ويحيي هذه الذكرى ويتوافد ويصل ويتواصل أيضا مع الإمام الحسين. وجسور الإمام الحسين مفتوحة أمام الجميع، أمام كل البشرية. ومثل ما قلت أذكر مرة ثانية، من هذه الجسور هي أرقام البرنامج اللي ظاهرة في أسفل الشاشة، اللي معبدة دائما بأجمل باقات الورد، أجمل الرياحين، وإرسال بطاقات التعزية لأهل البيت سلام الله عليهم. ونحن في انتظار ركب الأحزان، ركب السيدة زينب سلام الله عليها. أيضا مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا الفيسبوك بالإمكان المتابعة والمساهمة والمشاهدة. أيضا هسه أروح إلى المادة الصورية والمادة الفوتوغرافية اللي عندنا. الصورة الأولى تبدأ بالتراث، تعودنا إحنا أن نبدأ بالتراث لأن الأمم التي ليس لها ماض لا يمكن لها أن يكون لها حاضر. بالتالي تاريخنا، إرثنا، ثقافتنا اللي ورثناها من الآباء والأجيال هي من أوصلتنا إلى بر الأمان. فالصورة الأولى خلي نتابعها مع المشاهدين الكرام. موكب عزاء الحسين، هيئة شباب سكينة بنت الحسين. صورة أكثر من رائعة، حتى ملامح المواكب، يعني هذه الخيم
البسيطة اللي كان يستعملوها أصحاب المواكب جزاهم الله خير واضحة. وهيئة شباب السيدة سكينة بنت الحسين، نعم شكرا للكونترول وليس سكينة. الصورة اللي بعدها، أروح للصورة اللي بعدها، هي بنفس الموضوع. الله، خلينا نتابع ملامح الصورة. سيارات، هذه السيارات القديمة، ونشوف إلى قضية مركز لها، يعني ربما بعفوية لكنها بدراسة. شلون؟ التعلم في الصغر كالنقش على الحجر، بالتالي لما تحضر هذه الأطفال، يعني ذول الناس جابوا أبنائهم، ذول الأولاد، هسه ما أعرف إيش قد تاريخ هذه الصورة، ذول الأولاد اليوم هم الآباء اللي موجودين بالمواكب، وهكذا هو الشحن الحسيني والشحن العاطفي والمد الذي لا يمكن له أن ينتهي في يوم من الأيام. أروح للصورة اللي بعدها، من الصور اللي مهيئة. عندي اتصال أبو منتظر من البصرة، حيا الله أهل البصرة. أبو منتظر حبيبي تفضل. ألو، حياك الله عزيز، عظم الله أجورنا أجوركم من سيد سيمة الإمام عليه السلام، عظم الله أنه لك الأجر، يعني على عقب ما تقدمونه حول الإمام العظيم. تفضل يا حبيبي. جسد على الأرض وهذه الملايين الزاحفة والزائرة، بلي، يجب أن يعني تكون هناك أولوية للإمام عليه السلام، الإمام الذي بذل المعجزة. يعني كلامي أنا واضح، أقول إن شاء الله بلي. لو كانت هناك كائنات حية على كواكب أخرى، يعني موجودة في السماء في الأرض المعمورة، لكانوا هذه الكواكب نزلوا للأرض وقدموا كل احترام وتقدير، لأنهم هذه الكواكب أيضا طبعا كانت بشرية، أيضا هناك عندهم حق وتقاليد وعادات أكيد. وبالتأكيد لما يجون الأرض، يعني إحنا كلامنا نظري حاليا، يعني لو بلي أبو منتظر حبيبي، كلام جميل، كمل. ألو أبو منتظر حبيبي، خوش التفاتة والله، جميلة جدا من الأخ أبو منتظر. إحنا يعني عقائدنا وتراثنا، تراث أهل البيت سلام الله عليهم، كل المعمورة، كل ما موجود في الخليقة يشارك في عزاء الإمام الحسين سلام الله عليه، من حيث نشعر أو لا نشعر. وفعلا لو كانت هنالك مخلوقات أو شعوب بشرية في الكواكب الأخرى، والله فعلا لرأيناها تنزل إلى الأرض وتشارك وتساهم في عزاء المولى سلام الله عليه، لأن القضية قضية كبيرة، قضية متعلقة بذات الله المقدسة. فبالتالي عزاء الله يستمر مهما يعني مهما أراد الآخر أن يطفئ هذه الجذوة وهذه الشرارة. أنتقل أرجع مرة ثانية للصور المهيئة اللي عندي، وأتابع صورة من هذه الصور. صورة جميلة جدا اليوم، شبابنا الله يحفظهم، اللهم ربي ينطيهم الصحة والعافية، أبناء المواكب، أبناء الحسين، مختلف الفعاليات، وهذه فعالية من هذه الفعاليات، يوقفون بالشوارع، يوقفون يخلون هذه هذه الأوعية، ويقومون بغسل أقدام الزوار. وإحنا شفنا يعني اليوم والبارحة وقبل أيام، بالأيام القادمة أيضا عندنا مجموعة من هذه الصور. الصور تنتقل من فعالية إلى فعالية أخرى، من خدمة إلى خدمة أخرى. الصورة اللي بعدها أتابعها أيضا مع المشاهدين الكرام. الله، البساطة والعفوية، كلما كان الشيء بسيط وعفوي، العفوية الفطرية، كل شيء عفوي، كل شيء فطري، أو بمعنى آخر أن ما يخرج من القلب يدخل إلى القلب بدون استئذان. وهذا الموكب الكبير، هذا الرجل الكبير، هذا الشيب الكبيرة، صورة من هذه الصور. أنتقل للصورة اللي بعدها وأتابعها أيضا. الله، خلوها بالله هذه الصورة. أولا تحياتي للمصور اللي صورها، فنية عالية من الأرض إلى السماء. شوف هذه المرأة، الوحدة من أمهاتنا، هذه ما أعرف أنا شعلق عليها، لأني أنا يعني أولا تخنقني العبرة أمام صور الأمهات، لأنه الأم يعني صاحبة حضور، صاحبة وضع خاص في المجتمع، بالتالي أن تكون هذه الأم اللي حاملة محنة الكرة الأرضية، محنة الخليقة كلها، وتقدم شيء. هسه هذا الشيء مهما كان حجمه،
مي، تمر، لبن، تطبخ، تخبز، تمشي، كل ما يعني كل حركاتها، كل عطائها هو مليء بالحنان، مليء بالعفة، مليء بالشرف. بالتالي حتى هذا هذا الذي يقدم ويتناول من قبل الزوار يتحول إلى شيء آخر يحرك الإحساس ويحرك العاطفة. أنتقل للصورة اللي بعدها وأشوف هذه الصورة. الله، هذه الصورة ثلاث انتقالات، خلوها بالله. هذه الصورة الحلوة، هذه الحسينية الصغيرة الكبيرة بعطائها. المشاهد الكريم أعتقد يتابع معها، يشوف الصورة. السلة بالبداية بها موز، بها واحدة اثنين ثلاثة خمسة، بعدين وزعت منهم أربعة، ظلت واحدة، وعندما فرغت شوف البكاء اللي يا حبيبتي الله. يعني هذا ما أعرف، يعني هاي مشاهد تراجيديا، هذه تراجيديا من نوع خاص، هذه مو صور. أنا كنت أقول قصائد، حتى مو قصائد، هذه مشاهد هي متحركة. بالتالي هنيئا لأطفالنا هذه الخدمة، هنيئا للمدرسة، هذه المدرسة العظيمة اللي ننتمي إلها، وكان هذا هو التخريج. أما المدارس الباقية إيش خرجت؟ هسه راح أتابع الصورة الجاية وأشوف، خلوها بالجو. طبعا بالمناسبة الصورة الثانية أطفال هذه المدرسة الملعونة، احنا ما قدرنا يعني غطينا الرأس المقطوع اللي قطعه هذا الطفل. شوف نفس الطفل، نفس العمر، يمكن هسا يمكن اذا نريد نحسبهم فعلا بالاعمار نفس الاعمار، لكن شوف التخريج، شوف هذه الكارثة ايش خرجت لنا من اجيال. لذلك اربط حديثي قبل شوية، قلت التاريخ غير مشجع، وانا عندما حتى من رحبت قلت على قد ما مشدود بقيت بكلمه التشجيع، قلت السلام عليكم مشجعين، وفعلا انتم مشجعين الكرام، انتم من تشجعون هذه الشعائر. اليوم المنافسه، اليوم المنافسه في خط الحسين تحتاج الى 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 تحتاج الى همه والى عزم والى رافد اخر من روافد التشجيع، ونحن نتحول الى مشجعين لهذه الشعائر، بل نتحول الى جنود في هذه الشعائر. وهذا التخريج. عندي اتصال حيدر، إذا عندي اتصال حولوا لي، ما عندي اتصال عد انقطع، خلي رجعوا لي الصورة، خلي أتوقف عندها وأوقف يمها وأشوف الكارثة اللي ابتلينا بها، وابتلى بها الإسلام، كل الإسلام اليوم مبتلى بهذه المدرسة التي لم تستطع أن تخرج للبشرية إلا مجموعة وحوش قتلة قطاع طرق يقومون بقتل الناس وسبي النساء وهتك أعراض الناس. لكن مدرسة الحسين سلام الله عليه، هذه المدرسة الناصعة البياض بكل تفاصيلها بكل عطائها، أنتجت هذه 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 الأطفال اللي يتحولون تلقائيا إلى قادة للمستقبل ويقومون بجمع الناس. وأنا قلت في بداية الحلقة لا تستطيع أي دولة، لا بقرار حكومي ولا بقرار ديني، وحتى الزيارة، حتى هذه الملايين اليوم اللي تشوفها بشوارع مدينة كربلاء ما أجت ببيان. يعني ما صار عندنا صدر وبيان وقلنا بيان هام صادر من مثلا القيادة الفلانية تعالوا، أبدا. بيان الحب، صدر البيان هو الإمام الحسين، عشق الإمام الحسين هو من أوعز لهذه الملايين بالانطلاق في هذا التوقيت المحدد. حمزة من بابل، خلي أخذ اتصال حمزة وبعد ذلك أرجع للصورة. حمزة حبيبي تفضل. ألو حبيبي. ويا حبيبي ألف هلا، تفضل حمزة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. عندنا مشاركة إن شاء الله. حبيبي تفضل نسمع المشاركة. تقول دارك دارك يا زينب وين تال الوكيل، دارك عقب عباس يا غل جاي. الله احسنت. دارك انت مدلل هي وصرتي سبيه، والله كنت مدلل وصرتي سبيه. احسنت يا حبيبي، طيب الله انفاسك حمزه. احسن الله لك حبيبي. احسن الله. شكرا حبيبي. شكرا جزيلا حمزه. خلي ارجع بعباره واحده الى الصوره
حيدر رجع لي الصورة خلي أتابعها، خلي نفي حق الموضوع على أقل تقدير، وما نوفي الإمام الحسين وحق الإمام الحسين بهذا الطرح، لكن على أقل التقادير نفصل ثقافة عن ثقافة أخرى. ثقافة الإمام الحسين هو هذا الإنتاج، هذه المدرسة، مدرسة اليوم عندنا مدرستين، وحتى التاريخ يعني التاريخ والواقع أفرز هذه القضية. اليوم لو ذهب المسيح والصابئة وباقي الديانات وباقي الجنسيات إلى داعش، ما هي الحصيلة التي ستجري؟ ستكون هنالك مذابح ومجازر. هو داعش هو كتل بس المسيح والصابئة وباقي الديانات، كتل المسلمين، كتل المسلمين وكتل حتى يعني حتى إذا واحد منتمي لداعش وعنده أخ ما منتمي أيضا يذبحه. لكن المدرسة الثانية مدرسة الحب، مدرسة الإنسانية، واليوم لما نسأل عنها بصراحة وحقيقة يا أبو وين مدرسة الإنسانية، نقول لا تتعب نفسك بالسؤال، تعال إلى مدينة كربلاء لتجد هذه المدرسة موجودة، مو فقط بكربلاء بل كل الشوارع المؤدية إلى مدينة كربلاء المقدسة، تشوف بها الناس واقفة، وراح يعني الناس واقفة تستقبل فقط العراقيين المسلمين، باقي الديانات راح نترجم ذلك على أرض الواقع. أتابع المادة الأولى أو المقطع الأول، أحد خطباء المنابر يتحدث، خلينا نشوف شو يتحدث وبعد ذلك نرجع نكمل تفاصيل حلقتنا لهذا اليوم، خلينا نتابع. عراقيين، أنا أرجع عبد الرأي الشخصي أعزائي، أنا أتمنى أن أكون ترابا تحت أقدام العراقيين الذين يخدمون الزوار في زيارة الأربعين، والله أنا أتمناها. هؤلاء قوم اختارهم الله سبحانه وتعالى، إلهم قابلية اللي الله اعطاهم هذه النعمة أعزائي. أنا أعبر عن العراقيين اللي يعيشون في المهجر في بلجيكا في فرنسا في الإيالات المتحدة الأمريكية في قم في مشهد في دولة آباد، عندنا في كل العالم عراقيين. أنا أعبر نفسي، هذا التعبير إلي، أعبر عن هؤلاء بأنهم سفراء النهضة الحسينية، حملوا فكرة الحسين، فكرة كربلاء إلى العالم. أنا أتذكر أول مرة اللي رأيت ركبة طويريج وحرق الخيام رأيتها في قم المقدسة، عندما هاجرت إلى قم شفت العراقيين، وهاي ركبة طويريج وهذا العزاء موجود في بلجيكا وإستراليا والدنمارك وكل مكان، تلقى الكربلائية والزينبية والعزاء واللطم ويوم عاشوراء. يعني قاموا بما قامت به السبايا في الشام العراقيين، فهنيئا لهم أعزائي. أتعجب يجي واحد يقول للإمام دعا عليهم وهذول كذا وكذا. أعزائي دعاء الإمام على النواصب، الكوفة كانت تحمل مجموعة من النواصب. أنا أسألكم سؤال، أكو شيعي يسب علي بن أبي طالب؟ ها؟ لا شيعي يسب علي ولا سني يسب علي. النواصب، ابن عساكر الدمشقي الأموي في تاريخه مجلد 42 عبد الرحمن يقول دخلت على أم سلمة أم المؤمنين قالت لي أنت من الكوفة؟ قلت نعم. قال أنتم تسبون النبي؟ قال حاشا، كيف نحن نسب النبي؟ قالت أليس تسبون عليا؟ تبين أكو نواصب بالكوفة يسبون علي بن أبي طالب، وهؤلاء ليسوا شيعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. اليوم أهل الكوفة وأهل البصرة والعراق شرفاء أعزائي، اختار الله هذه الأمة لأهل البيت عليهم السلام. خل أعطيكم واحدة من العلل، هاي مو العلل الأصلي، هاي واحدة من العلل. إذا الإمام المهدي إجا للكوفة، الصلاة الآن زوار الأربعين كم نفر يحضرون؟ 20 مليون، صحيح لو مو صحيح؟ إذا ظهر الحجة وأسست مسجد بالكوفة كم نفر يصلون صلاة الجمعة العالمية وراء المهدي؟ شكثر؟ يمكن 100 مليون، صحيح لو مو صحيح؟ هذول اللي يجون من كل الأرض يصلون خلف الإمام المهدي، أنا أسألكم يردون طعام أكل وشرب وخدمات لو ما يردون؟ الله يعلم أن العراقيين عندهم هاي القابلية، يستقبلون زوار أهل البيت، يستقبلونهم وأثبتوها في زيارة الأربعين، صحيح لو مو صحيح؟ هاي واحدة من العلل أن الكوفة صارت عاصمة للإمام المهدي ومع وجود علي أمير المؤمنين في النجف الأشرف.
إذن هؤلاء قوم اختارهم الله، هنيئا لهم، ومن هنا أقول لهم هنيئا لكم على هذه الخدمة، ويا ليت أن الله يجمعنا مع. إذن مشاهدين الكرام، أولا شكرا لله، شكرا لله لهذا الاختيار ولهذا التوفيق. شكرا لك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، حقيقة خجلين أمام هذا الإطراء، واليوم هذا الإطراء موجود في لسان الكل. خلي أخذ اتصال الأخ من بابل. ألو، معي اتصال من بابل. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله حبيبي، من وياي؟ مشارك أخوي الله حيدر أبو محيدر من بابل. حيدر حبيبي تفضل أبو كرار. بالنسبة مع تحياتي الآن طبعا لكل إعلامي موجود عندكم وكل إعلامي يسمعني، بالنسبة للمقارنة بين الصورة الحالية اللي حضرتك طلعتها أو المخرج ابن تيمية وتربيته والحسين عليه السلام وتربيته، أقول يعني ما فد أوجه مقارنة بين أصلا يعني ما هو الإمام الحسين ما إلى فد قرين، ما إلى فد كفر أبدا باستثناء المعصومين أبدا. فيا حبيبي يعني لو نأخذ الكلام ونقول مثلا شوف تربية أطفال كذا يعني أو تربية شوف المقابل شلون يربي أطفاله وشوف مثلا هو هذا الحديث. حيدر حبيبي، لو انتبهت للحديث، هو هذا كان محور الحديث. اكو مدرستين اليوم، مدرسة تخرج قتلة ومدرسة اخرى تخرج ناس يحتضنون كل الديانات كل الثقافات في ارض واحدة وفي شارع واحد، وهذا كان الحديث. وانما المقارنة مو الامام الحسين، الامام الحسين لا يقارن لا حادثته تقارن ولا 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 شخصيته تقارن بشخصية أخرى. معلوم أستاذي، بس هذا هو بث فضائي حسب فكرة ضيق طبعا أنا. لا أكيد بث فضائي. أي بث فضائي. فالمقابل هسه يقول لك شوف مثلا شلون يخلون يعني يحرضون ناسهم يحرض الطرف الثاني، طبعا ليش سمونا نواصب؟ يعني هم ينصبون العداء لأهل البيت. طرف الثاني منو تقصد؟ احنا نتحدث عن داعش وعن هذا التخريج. منو تقصد؟ نعم داعش. نعم هم بالمقابل هم مهم لهم اعلام يقول لك شوف مثلا الشيعة شوف الروافض شلون يربون ابنائهم شوف كذا شوف اوجه المقارنة مواليان. انا تتبع مثلا هم يريدون زلة، واحنا مع الاسف ما ريد نلقي هذه الزلة. شنو زلة؟ زلة حيدر حبيبي، حيدر لحظة. زلة لما يعني هاي زلة أنت تعتبرها لما نربي أبنائنا على حب الحسين وعلى استقبال كل الناس؟ لا أستاذ، لا شنو زلة؟ خلي اعتبروها. أنا مفخرة إلي، أنا هسه حاليا دا تابعك أنا وأبنائي وزوجتي، زين؟ مو بس أنا يعني. فقلت يا حبيبي أنا خلنا أتصل بس ألفت انتباهك، لأن الإمام الحسين ما ألفت مقارن ولا ألفت كفر. بس هم نفسيتهم المعصومين. واحد كفؤ لله في من حيث التشبيه او من حيث الكلام المجازي، ولكن ابن تيميه شنو ابن تيميه؟ حتى يعني ما حط بالقناه ولا ذكره ولا اكتب اسمه. حيدر حبيبي، وصفكم صحيح استاذ الحبيب، وصفكم صحيح. عرفت؟ يعني هو ينشئ الطفل على هالشيء، يعني حقيقة مصلحته زين هذا عمره 8 سنوات. حيدر عزيزي، خلي اوضح لك قضيه. اليوم احنا نتحدث عن اسلامين موجودين عندنا اليوم وياي. نعم. حيدر، نعم يا استاذ. 70% انت اذا انتبهت في بدايه الحلقه سماحه السيد قال 70% اليوم من الاخر الغرب يعني ينظر الى. نعم. الاسلام انه اسلام قتل وتهجير بسبب الممارسات التي تمارس من هذه المدرسه. فاحنا اليوم. نعم. احنا اليوم نضع المقارنه امام العالم، نقول لهم تعالوا الإسلام ترى موجود يا جماعة الخير، يا ناس يا عالم، ترى اليوم الإسلام الذي يخرج أو مدرسة ابن تيمية التي تتبنى هذه الأجيال هي غير مدرسة أهل البيت الحقيقية. واضح الفكرة؟ أنا قبل فترة يعني قبل 3-4 أيام شاهدت محاضرة للشيخ صلاح طفيلي يقول انظروا إلى الإسلام من باب محمد وآل محمد. أكيد. ولا تنظروا للإسلام. أكيد. نعم كلام صحيح. كلام صحيح. فمع الأسف يعني بعض القلة شوهت الإسلام وهو سمى ماخذ نظرة عنه، وخير دليل الفيلم الكابتوني وغيره اللي صار. هذه النظرة أنا أجزم لك اليوم حيدر، اليوم كربلاء مسيرة 40 تصحح كل النظرات اللي مأخوذة على الإسلام. وأنا أدعوك لمتابعة المقاطع اللي بعدها وراح أشوف كيف أن الإمام الحسين استطاع أن يصحح نظريات ناس مهمين بمجتمعاتهم. ألو حيدر،
وياك سمعك استاذ وياك حبيبي. حبيبي شكرا جزيلا لك وشكرا لمداخلتك. انا سعيد يا حبيبي يا حبيبي وشرفت اني اتكلمت معكم يا حبيبي. بالعكس احنا لنا الشرف الشرف بكل من يتابعنا. ادعوكم بالتوفيق يا رب ان شاء الله. ربي يوفق الجميع يحفظ كل هو كل امور حياتي بحاجه الى توفيق الهي. ربي يوفقكم يا رب ان شاء الله يا رب ان شاء الله ببركه دعائكم حبيبي. شكرا جزيلا حيدر. الاخ ابو علي من النجف. ابو علي حياك الله. سلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله ابو علي. عظم الله اجوركم بمصاب ابا عبد الله. عظم الله انه لك الاجر يا حبيبي. حياك الله. اكو فد بيت شعر هذا الحسين ابا عبد الله هذا مو انسان عادي. يقول زينب بالطفوف تصيح يا جد. بلي زينب بالطفوف تصيح يا جد. او مثل حسين ابد ما صار. ايه يا جد يا جد مصابة بالقلب يا الخلق. الله يوجد يوجد لما يظهر شبل حامل حمية. الله أحسنت. عظم الله لك الأجر حبيبي أبو علي. شكرا لك. عظم الله العظيمة. الله يخليكم ويحفظكم. ربي يوفقك ويحفظك يحفظ العائلة والأولاد إن شاء الله. الله يخليك في أمان الله. حبيبي 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 شكرا جزيلا أبو علي. عندي اتصال آخر لو أروح للمواد اللي عندي. خلي أتوقف عند مداخلة الأخ حيدر. مداخلة الأخ حيدر قيمة ومهمة. إحنا اليوم بالمناسبة وأكرر هذه المسألة يمكن أنا تحدثت عنها بحلقات البرنامج. لا كربلاء تقارن بباقي المدن وباقي الأرض ولا قضية الإمام الحسين ولا شخصية الإمام الحسين من الممكن أن تقارن ولا تقاس بشخصية على امتداد التاريخ. هذه نقطة. النقطة المهمة اليوم احنا امام صراع فكري. اليوم احنا المسلمين او المسلمون في كل العالم يتعرضون الى اضطهاد. يعني هسه احنا لو نروح يعني ابسط قضية مثلا انا ما اريد ادخل وذكر بعض المناطق. اليوم مسلمين يبادون يقطعون يقطعوهم ويخلوهم بأكياس النفايات ويشمروهم بالبحار بسبب إنتاج ذاك الفكر التكفير اللعين اللي لحد الآن احنا يعني احنا لحد هاي اللحظة نعاني من هاي المسألة. وحتى زوار أربعينية الإمام الحسين عانوا من هذه المسألة وطلعوا الشهداء بهذا الجانب. أخذ اتصال آخر من بابل أيضا. ألو كمال. كمال من واسط. حيا الله أهلنا بواسط. تفضل كمال حبيبي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجركم وحسن الله لكم العزاء. يا حبيبي عظم الله أجرك أحسن الله عزاءكم. حياك الله. الله يحفظكم إن شاء الله. أنا أشكرك على هذا البرنامج اللطيف حبيبي. الله يحفظك. إحنا نحب بأن هذا البرنامج مثل ما طلعت هاي الصورة هسه نعتبر بهذا البلد صارت مألوفة من المشتغلين. أكيد صح مو بلي. فأريد يستمر رجال الله رجالكم وجال الخيرين إن شاء الله. إن شاء الله. الله يفتح عليك الله ألف خير والله ينور طريقك ويديم هاي النعمة علينا وعليكم وعلى أمة محمد. يا رب إن شاء الله محمد. فضل دعائكم ببركة متابعتكم ومشاهدتكم. شكرا جزيلا كمان حبيبي. حبيبي 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 فدوى قلبك الله يحفظك. تسأل الله الاستجابة ومثل ما قلت وكثير من الاتصالات ترد حول هذا الموضوع. إن شاء الله يعني نستطيع أن نخصص على أقل تقدير بالأسابيع القادمة ولو يوم واحد لهذا البرنامج. من ذي قار علي أبو حسين. تفضل حبيبي. ألو 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 حبيبي حياك الله. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحييكم وأحيي برنامجكم هذا الحسيني. يا حبيبي حياك الله. وأود أن أضيف كلمة على كلمتك يا بطل يا همام يا شجاع يا حبيبي. لأنه أنت بدون سلاح جاي تقاتل الوهابية بإعلامك بلسانك بشجاعتك بطولك يا بطل يا حبيبي. ولا يهمك الصواد يجيك منه ومنه. احنا بداعتك ما نهتم لاي كلام. احنا ما دام واقفين احنا ما شوف خلي اقول لك قضيه. احنا نقول بلهجتنا الدارجه ابو علي احنا اليوم جنودك سواء بالمواكب بالسواتر بالمحطات الفضائيه باقلامنا بالسنتنا احنا جنود ابو علي اليوم. انا ممنون منك حبيبي. احنا بالنسبه لنا بلي
المشاية هاي ما كل مشاية الله وكيلك جاي تسحق على قلوب الوهابية. أكيد أكيد زين تمرد بهم مرد لأنه شنو ما عندهم هالشي هم ما عندهم هالشعوب ما عندهم هالشتال ما عندهم هالحنان ما عندهم خلي يطلعونا خلي يراونا يا نشوف معنا حتى يوم الشيء هو مثل الشيء بلي نيلهم نيلهم اليوم اليوم لا أحلامي يعني لا جب لا أرض لا لا بحار ما تقدرون عمي احنا عندنا حب الحسين وآل الحسين كربلاء مدرسة مدرسة للأجيال اللي بعد لنهاية الدنيا صح صح والله واني اشكركم على هذا البرنامج يا حبيبي شكرا ورجاء رجاء لا تنسونا بدعائكم ان شاء الله يا ابطال نسال الله الاستجابه يا حبيبي شكرا جزيلا لك شكرا والله هذه الكلمات يا اوسمه نخليها على صدورنا ونفتخر بيها علي من واسط ابو حسين حبيبي تفضل علي استاذ راسي عظم الله اجركم الله يسلم راسك يا قلبه حياك الله حسين الله يسلمك قلبي فدوا اروح لك تفضل يعني والله العظيم متابع على البرنامج يعني من بدت لحد الان من بدت لحد الان انا متابع البرنامج نتشرف بس احنا تعرف انت الشرف تعرف احنا مواكب وما يعني واحد ما عنده في المجال صح احنا بالمناسبه نحسدكم يعني علي نحسدكم هنيالكم موفقين والله انا بنعمانيه اهل بنعمانيه يعني باللبه مال المواكب بلي الله تحياتنا لكل اهلنا للبيت على راسي اسال من الله اهل البيت والحسين اللي وفقكم على هذا البرنامج يا الحلو. حبيبي يا قلبي الله يحفظك إيه الله انا هسه اخوك بس واحد العائله كلها راحت من فضل الله البيت ما شاء الله مليون هلا بيهم تاج راسي واني اشكرك على هذا المقطع طلعته بلي اخوك ترى بالحشد كان يعني قاتل بالحشد يعني. الله حياك الله تاج راسي وشفت اطفال يعني شفت اطفال كبرين اطفال قتل الاطفال هم اللي مدربينهم على 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 اللي مدربينهم على هاي القضايا هاي التعبانه صح والله العظيم الله شاهد علي يعني قلبي بالبرنامج بس ما عندي مجال زوار البيت مفروض وانا الحمد لله هذا فضل من الله الله يحفظك احنا سعداء وشرف انه والله شرف هذا الكلام والله العظيم شرف يا حبيبي واللي يقول لك ماكو يعني بالقتال ما يشوف الحسين والعباس هاي سالفه الله اقسم بالزهره وهذا مصاب الحسين انا بعين شايف وتريد بعد هالشيخ مقسم صح والله من تنحصر وتضايق تشوف اهل البيت وياك انت كانما من اصحاب الحسين وتشوف جماعه يزيد مقابلك اكيد والله اكيد الله أكيد. شاهد علي أكيد. الله أكيد. شاهد علي مسؤول على كلامي قدام رب العالمين اللهم ربي يحفظك يحفظ كل ولدنا كل شبابنا اليوم اللي موجودين على السواتر اي والله دعاكم من الحشد الله يحفظهم ان شاء الله بلي ونحمد الله ونشكره ونسأل إن شاء الله موفقين إن شاء الله يا حبيبي يا حبيبي إن شاء الله ساعد راس موفقين يسلم راسك ويخليك وشكرا لك تحياتنا لكل أهلنا تحياتنا لولدنا أبطالنا أبنائنا إخواننا قواتنا الأمنية الأبطال اللي بيضوا وجوهنا اليوم يعني هذه التضحيات هي اللي اليوم وقفت الـ يعني بالمناسبة ترى هي لجمة ما كانت بس العراق أنا هسه ما أريد أطلع من الموضوع وأروح أريد أبقى مع الأربعينية وصور اللي عندي والمادة اللي عندي أبو حسن النجف حبيبي تفضل أبو حسن السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حياك الله أحمد يا حبيبي الله يحفظك ويسلمك عظم الله أجرك عظم الله أنه ولك الأجر الله يسلمك حبيبي أبو حسن في هذه الأيام تعالت أصلت لهند من الحسين هكذا الحسين نعم إنه أبا الضيف فكيف نفارق زيارة الأربعين ولا نفارق الإمام الحسين لأنه عاش وسيبقى في قلوبنا أمدنا أكيد طبعا صدق أستاذ أحمد من بداية البرنامج لحد الآن أنا أبكي على حديثك مفهم الحزن يا حبيبي وعلى الصور اللي تنشرها يا حبيبي بس مع الأسف إحنا بيا حال إحنا بحال عزاء وجاينا حيدر من طاقل جاي يعقب يعني هو لازمت المدنية إحنا تربية مذهب أهل البيت سلام الله عليهم
وهؤلاء تربية ابن تيمية. احنا مذهبنا يتقبل الاخر، هم مذهبهم متحجر ما يتقبل. طبعًا احمد طبعا 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 احنا بها حاله هو جاي يعقب، احنا في حالة عزاء. يعني واحد شلون عنده فاتحة كيف عزاء ابو عبد الله واحد جاي يعقب؟ يعني لازم المدنية ولازم ثقافة. احنا كنا مثقفين بس مو بيجي حالة مستاذ احمد بلي أسلك والله صدقني من بداية البرنامج لحد الآن أستهبت على كلامك يا قلبي وعلى مواقفك ومن متابعينك كل سنة الله بكل عام الله يحفظك عظم الله أجورنا عظم الله أجرك هذا المصاب وأرجع نتعقب على كلامي أنا حاضر أشكرك حبيبي شكرا جزيلا أولاً كل الدموع عزيزة علينا ومثل ما أنا ذكرت في القضية في بداية البرنامج أول ما قدمت الحلقات قلت مسألة المسألة هي كالآتي خلي أترك المادة بالله قلت اليوم اللي يصير عنده مصاب يعني اللي يصير عنده مثلا حادث وفاة أمه أبوه أخوه ابنه مثلا زوجته المقربين جدا إليه منو يسوي الفاتحة يسوي الفاتحة هو الجيران يعني احنا ما سمعنا في يوم من الأيام مثلا جيرانك مثلا هم مسوين فاتحة لأبوك وانت ما لك علاقة بالموضوع أبدا هاي ما صايرة على امتداد تاريخنا العربي من يقيم العزاء هم أهل الـ 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 أهل الوفاة أهل الفاجعة أهل المصيبة بالتالي اليوم إحنا لما نقيم العزاء إحنا أهل العزاء نحن المعزى بالإمام الحسين إحنا أبناء الحسين إحنا خدام الحسين إحنا ارتباطنا بالإمام الحسين اليوم الناس اللي مثلا مخلي هاي الكوادر ومخلي المواكب وباني الحسينيات بانيتها إلمن لأنه عندها مصاب عندها عزاء فإحنا اليوم من نوقف هذه الوقفة هذه وقفتنا هي إحنا أصحاب العزاء لذلك حتى الناس اليوم اتجينا حتى المشاية حتى الزوار يقولون له المواكب عظم الله أجركم الله يوفقكم أجوري يعني هذه الكلمة شون تقول للواحد البقية بحياتك نفس المضمون هاي نقطة النقطة الثانية خلينا نحمد الله ونشكره احنا ما انا ما اروح اضرب امثلة بعيدة بالسنوات مثلا ما اتحدث عن الخمسينات ليش لانه يجيك واحد يقول لك يابا انت قرأت بالخمسينات انت موجود ما موجود انت قرأت التاريخ والتاريخ يكتب بثلاثة اوجه واحد محب مغالي ومبغض مغالي وصاحب وجهة نظر وسطية واصحاب وجهة نظر الوسطية ما موجودين دائما رضا من إيران حولوا لي اتصال رضا وأكمل كلامي من إيران رضا حبيبي تفضل رضا ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حياك الله عظم الله أجوركم بهذا المصاب الجلل عظم الله إنه لك الأجر يا حبيبي حياك الله أحب المداخلة على كلام أخينا حيدر بأن لا قبل المداخلة هو حيدر ما كان يعني ما كان طرحه يعني بيتجاوز مثلا على أهل البيت طبعا وجهة نظر يعني استفادة مهمة لأن الصف الأول حتى المشترى سلام الله عليه لا يقارن حتى بالمحصوم الحسين قال لا يوم كيوم كيوم يا عبد الله أكيد هذا حديث الإمام الحسن سلام الله عليه أيوة فهاي من عظمة الحسين سلام الله عليه أكيد بلي ألو حبيبي رضا كمل كلامك أسمعك واحد من جميع يعني نيابة عن جميع المحبين أهل البيت الذين هم أصحاب رضية الحسين ليس مواسين من قل كم بيت تفضل أقول يقول فيها الشاعر والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وذكرك بلي رضا شوفوا الاتصال الأخ رضا شنو المشكلة قطع مع الأسف تمنيت أن يكمل الأبيات اللي عنده فأرجع إلى حديثي اليوم عندنا وأأكد على هو مو أنا اللي أقول التاريخ يقول ذلك الواقع هو من يقول ذلك اليوم إحنا عندنا تجربتين إسلاميين اليوم موجود بالكرة الأرضية إسلام ابن تيمية ومن لفه في هذا الطريق وإسلام آخر هو إسلام أهل البيت من هي التجربة الإنسانية اللي تحتضن بين طياتها كل الأطياف
راح نثبت ذلك على أرض الواقع. شون؟ يعني إحنا نحن أصحاب الدليل حيثما مال نميل. تجربة داعش إجت حاملة علم كتب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله، شعارهم الله أكبر. سووا إحنا عندنا بالعراق، إحنا مخوما نروح للدول الأخرى، قطعوا الدنيا ما خلوا فد سالفة ما سووها بالبشرية، المسلمين وغير المسلمين، العراقيين وغير العراقيين في الموصل وفي كركوك، أبادوا الحرث والنسل، بل لم يكتفوا بذلك، راحوا حتى على تراث الأمم الباقية ونبشوا قبور الأنبياء وفلشوها، فلشوا حضارة الحضر اللي عمرها 7000 سنة. هذه هذا الإنتاج. لذلك اليوم الناس العالم الآخر لما ينظر إلى الإسلام حقا يشوفه دين ذبح، بس من اللي يبيض الوجه؟ من اللي يبيض الوجه؟ من اللي يرفع الرأس؟ ترفع الرأس هذه الناس اللي موجودة اليوم بكربلة، ترفع الناس قضية الإمام الحسين، ترفع الرأس، يرفع هذا هو رفعة الإسلام بهذا الخط. اليوم لما أشوف المسيحي والصابئي بالله حيدر، يعني ولو الوقت اللي ما اللي عندي انتهى بالكامل، خلوا لي كل المقاطع، أريد الصابئي، أريد هذا الرجل الصابئي، خلي أتابعه وخلي يشوفونه كل المشاهدين الكرام، وأدعو كل الأخوة والأخوات أن نتابع الترجمة، لأن الرجل يتكلم باللغة الفارسية، بالتالي ما راح نفهمه، لكن الترجمة موجودة، خلي نتابعه، خلي نسمع. این مسیح خستگی معنا نداره، این هدفی که هر شخص دنبال میکنه شو واسه خودشو داره. برای چی این کارو انجام میدین؟ شما هدفتون چیه؟ من که دینم صابئین مندایه، دینم هم اسلام نیست که بخوام بگم، حالا تو بحث مذهب که وارد نمیخوام بشم. هر شخصی تفکری داره، شخصی اومده به اجرا واسه، شخصی که باید اصول اخلاقی خودش رو بخواد رعایت کنه، شخصی اومده به خاطر اسلام، شخصی اومده به خاطر مذهب تشیع، هر شخصی به یه شکلی اومده. منم که خودم شخصا بخاطر اون تفکر امام حسین اومده، اون تفکر و برای من خیلی اهمیت داره و سالیان سال هستم توی این مسیر، به دین خودم هستم، پایبند خودم دینم هستم، به اون تفکر امام حسین من خیلی دوست دارم. أذر مشاهد الكرام، تابعنا الترجمة وسمعنا هذا الرجل الصابئي. أنا متأكد هذا الرجل الصابئي الآن لو تريد تقول له يا بخلي أخذك إلى منطقة أخرى بالمسلمين يخاف، أجزم. لكن من اللي جابه؟ جاب الإمام الحسين سلام الله عليه، والرجل يقول فكرة وأهدافه ومبادئه. فاليوم فكر الإمام الحسين ومبادئ الإمام الحسين وأهداف الإمام الحسين اللي اليوم يترجمونها على أرض الواقع أتباعه وأنصاره وخدامه، وفي ممارسة من هذه الممارسات هي زيارة أربعينية الإمام الحسين. هذا الرجل لو لم يشعر بالأمان مع الشيعة، وأقولها بملء الفم، مع الشيعة مع خدام الحسين، كان ما وقف هذه الوقفة بالطريق. لو يقول له لا أكو داعش، ثقوا بالله العظيم ما يبقى. بالتالي اليوم يعني خلي 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 نشعر بحجم الإمام الحسين وحجم انتمائنا للإمام الحسين، ولا نضيع ثانية واحدة في أن نظهر عظمة الإسلام عن طريق الإمام الحسين سلام الله عليه. أكتف بهذا القدر اليوم حتى المواد بقت كلها، لكن شو نسوي؟ إن شاء الله استطعنا أن نقدم شيء، نقدم شيء للإنسانية عن طريق الإمام الحسين سلام الله عليه. شكرا لكل الأخوة والأخوات اللي ساهموا واتصلوا معانا في هذا البرنامج، شكرا لكل وجهات النظر أيضا. والحسين يوحدنا، مهما نريد أن نختلف بالتالي نصل إلى نقطة التقاء واحدة، وهذه النقطة هي الإمام الحسين، لأنه يوحد ويجمع كل الثقافات وكل الألوان وكل الأطياف وكل الديانات بدون استثناء. واليوم ما شاء الله مدينة كربلاء تترجم ذلك على أرض الواقع. شكرا لكل أيضا من تابعنا عن طريق موقع التواصل الاجتماعي، عن طريق الفيسبوك، وشكرا لله لهذا الانتماء. شكرا لك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، لأننا أصبحنا نحترم من قبل الباقين ومن قبل الأمم، ويثقون بنا على أقل تقدير، يقومون بتسليمنا حياتهم. يعني اليوم المسيحي والصابئ وين ينام؟ ينام ببيوت الشيعة، وينام بحسينيات الشيعة، وينام بمواكب الشيعة، بينما هو وهو واعي وهو صاحي ما يقدر يفوت بشوارع الباقين. وهاي البركة منين جتنا؟ جتنا من الحسين. شكرا مرة ثانية، إلى أن ألتقي معكم، والحسين يوحدنا ويوحد كل شيء.
إلى ذلك الحين إلى وقت البرنامج يوم غد في تمام الساعة 9 مساء إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.